أسعد الله مساءكم أحبتي وأخوتي في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه التي أدعوها حكمة ربما لن تعجب البعض، ولكن خبرتي في الحياة قالت لي أنها فيها كثير من الفهم لطبيعة العلاقات الإنسانية. قال لي أحد الأحبة أن والده رحمه الله تعالى قال له: يا بني، إن أعطتك زوجتك 5 ليرات فاذهب واشتري بها سما. ما قصده هنا أن الحر، الرجل الحر بكل معنى الكلمة، يفضل أن يموت عن أن يأخذ مالا من امرأته أو من زوجته، ليس لأنه لا يحبها وليس لأنه لا يريد مشاركتها له في الحياة، ولكن المعنى هنا أن الرجل الحر يريد دائما أن يكون هو من يعطي. وهذه حقيقة، الرجل الحر الحقيقي لا يرغب أن يأخذ من أحد، إنما يرغب دائما أن تكون يده هي العليا على كل الناس حتى على زوجته. يقول أنه يعمل ويتعب ويشقى ولا يأخذ منها قرشا حتى يحافظ لها على مالها، هذا مالها وحقها الذي أعطاه الله إياها، إن أحبت هي أن تشارك فلتشارك، ولكنه لا يأخذ منها شيئا أبدا. هذا لا يفهمه إلا رجل حر، بمعنى الحر رجل عربي شهم حر، هو هذا الذي يحترم والذي يكون هو الرجل والذي يكون هو العاطي. وكانت العرب تهجو وتسخر من الرجل، كما قال أحد الشعراء: دع المطايا لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. وهو يعرض هنا ويقصد بها أنك أنت الذي تطعم وتسقى. هذه أخلاق العروبة وأخلاق الرجولة وأخلاق الإسلام. رسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق. لذلك وجب على المسلمين أن يكون أخلاقهم أحسن الأخلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود المسلمون إلى دينهم ويردهم الله إليه ردا جميلا. جزاكم الله خيرا.